السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل دلوقتي خضرة للطعمية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي دلوقتي طماطمية تكون ناشفة، مقطعاها بالطريقة دي مكعبات صغيرة قوي، تمام. وعندي بصلاية صغيرة حمرا، أبيض أحمر اللي عندك برضك مقطعاه مكعبات صغيرة أهي، تمام. وعندي كزبرة ناشفة، وطبعا ملح حقيقها محط لها ملح وحط لها حبة كمون صغيرين قوي. وعندي هنا بصلتين خضر، وعندي جرجير، يعني حزمة جرجيرة فككتها من بعضها كده عشان اقطعها واحدة واحدة. هوريكم بعمل ايه عشان الطعمية لما اقليها احطهم فيها. يا ريت تقطعوا كل حاجة صغيرة كده وعلى حسب مزاجكم. يعني الخضره دي لما بتتحط تحت الطعميه بعد ما بتقليها وبتغمزيها مع الطعميه بالعيش، ما اقولكوش طعمها بيبقى عامل ازاي، بيبقى تحفه. يعني انا مجرباها قبل كده كتير والله، وقلت لازم اقولكم عليها. طبعا الخضره انتوا عايزين زي ما انتوا عايزين، انا بحط بس جرجير وبصل اخضر. انتوا ممكن تحطوا بقدونس، شبت، بس انا بحبها بصراحة كده بس، لكن مش بحبها بالشبت والبقدونس ولا الكزبرة الخضراء كمان، ما بحبهاش فيها. هنا بحبها بالطريقة دي، واحدة واحدة هقطعها كده، وكل ده هقلبه على بعض وهوريكم ازاي. ولما اقلي الطعمية هقليها عليه ازاي. وهنا جبنا البصل الاخضر، بيدي طعم حلو قوي. البصل الاخضر بيدي طعم قوي في الاكل. بصوا برضو تقطعوه صغير كده بعروشه بكل حاجة، يعني بالحتة اللي من تحت دي. طبعا بعد الغسيل بكل حاجة، الخضرة ما بتتغسل الاول وبعدين تسيبيها تنشف شوية في المصفى تصفي ميتها. في كفاية بس صلة واحدة، مش هحط الاتنين بس كده، بلاش دي اهي، واحطها كده اهو. احط دي عليها كده، والمكونات كلها اللي انا مقطعاها احطها عليها. ويا ريت الطماطمية تكون ناشفة، هوريكوا ازاي. طبعا كلها اهي في طبق. وبقوم حط عليها الكزبرة. الكزبرة حط عليها حوالي ربع معلقة ملح عشان ما تبقاش مالحة، بس ربع معلقة صغيرة. وكل ده هيتقلب على بعضه. دي واحدة، ممكن الناس بتقرف من الايدين، بس يعني ده انت بتعملي في بيتك يعني، وبراحتكم انتوا بقى تعملوها لبيتكم بطريقتكم. لابسين جوانتي بقى مش لابسين جوانتي، براحتكم. اهي ما اقولكوش بقى الريحه بتاعتها عامله ازاي، جميله جدا. هقلي الطعميه برضو بالكزبره، وبعد ما اقليها هقوم حطاها فوق الخضره دي واحده واحده معاكم هوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت الطعميه وعليها برضو الكزبره اهي، اهي بحطها بالطريقه دي وعلى حسب ذوقكم. انتوا بقى عايزينها بكزبره، عايزينها مش عايزينها، بلاش اهي. والتانية اهي، وهقليها كلها وهطلعها قدامكم كده واحدة واحدة، صغيرة بقى كبيرة زي ما انت عايزة في قلب البيت بتاعك اهي. واحدة واحدة هعملها فيكي. عليها من فوق واخلص الكمية اللي عندي وهوريكها لكم بعد ما اطلعها. وهنا هقلبها اهي. ويا جماعة بس اللي انا عايزة اوصله لكم،
اني انا مش بعمل طعمية، لا انا بعمل الخضرة بتاعت الطعمية اللي انا عايزاكم تجربوها مع الطعمية. بتبقى تحت الطعمية بعد ما اطلعها من الزيت بتبقى الخضرة ديت تحتيها، وانا بغمس الطعمية بقى بالبلدي كده، بقوم اقطع اللقمة واقوم حاطة الطعمية فيها ومغمزة بيها الخضرة. انتوا عايزين تاكلوها بالمعلقة ورا الطعمية مفيش مشكلة، بس ما اقولكوش طعمها بيبقى حلو ازاي، ده بس اللي انا عايزه اوصله لكم. وهطلع الطعميه فوق الخضره وهوريها لكم، وهي الطعميه بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما خرجتها اهي، الكزبره اهي، وهي الخضره تحتيها. انا بقى كل القصه انا عايزاكم تدوقوا الخضره اللي انا عملتها دي، تعملوا زيها وتدوقوها وتقولوا لي في كومنتات ايه رايكم، ويا رب تكون طريقه حلوه تعجبكم، ويا ريت لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.